فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة
شهيد ألم تر أن الله يسجد له والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار